من الطبيب أو وصفة طبية، وهذه المسكنات لتخفيف آلامنا المختلفة، سواء آلام عضلية أو آلام الرأس، وجع الرأس أو الآلام المفصلية، بتأدي لمشاكل في الكلى زي ما بتعرفوا، وخلل في عمل الكلى، وترسبات لبعض التكلسات في الكلى وحصوات الكلى، غير عنها انها بتسبب عدم اتزان في صفائح كريات الدم في الدم، وممكن تؤدي للجلطات، وعدا انها حتسبب الادمان على هذه المسكنات، الادمان النفسي اكثر منه من الادمان الكيماوي بسبب هذه المسكنات، وهذا الادمان حيعطي كثرة استخدامها حيوصل لنتائج فشل كلوي وامور اخرى احنا غنيين عنها. في هذه الحالة في عندنا خطوات تانية وطرق لتسكين الآلام وتخفيف الآلام أفضل وأحسن وأسرع. أولها زيوت الأعشاب العطرية، أعشاب مسكنة للآلام. هذه الزيوت توضع خارجيا وليست للأكل ولا تؤكل. بعض الزيوت إذا وضعناها على الألم العضلي زي زيت اللافندر أو زيت الخزامة من أفضل المسكنات، توضع على منطقة الألم، سواء كان عندي ألم في الرقبة بوضع هذه الزيوت بمقدار عدة قطرات، وبعمل عملية مسح ومساج لهذه الزيوت. في هذه الحالة أنا وصلت المسكنات الطبيعية لهذا الألم بشكل خارجي وبشكل سريع، والفعالية حتحصلوا عليها بعد من دقيقتين لخمس دقائق باستخدام الزيوت كدهن. عندي آلام حادة في الركبة، في مفصل الركبة، وبدي مسكن فقط يخفف الآلام شوية، فبستخدم زيوت أخرى، بستخدم زيت الفلفل الحار. إذا بخلط زيت الفلفل الحار مع زيت اللبان الذكر أو السمغ العربي، هذول زيوت فعالة في تخفيف الآلام بشكل حاد، وهي رطبة باستخدام لبان الذكر وزيت لبان الذكر، بتكون هي مضادة للحساسية ومخففة للالتهاب، وبالأساس مخففة للآلام بسبب الفلفل بيشتغل بطريقة معينة كحرك للنهايات العصبية الحسية اللي بتعطينا الآلام وتخفيف الآلام بشكل حاد، واللبان الذكر بيشتغل على عنصر الكورتيزون الطبيعي اللي موجود فيه اللي هو حيخفف الآلام إضافة لتخفيف الالتهاب. فبدهن لمنطقة المفصل الظهر، مفصل الركبة، مفصل الكتف من هذه الزيوت. فهي وسيلة سريعة بدون أي مضاعفات جانبية وبسيطة، وما في أي خطورة من وضعها خارجيا لتخفيف الآلام بدل الزيوت الأدوية الكيماوية والمسكنات الآلام. الزيوت ممكن أستخدمها كوضعها على نقاط معينة لتخفيف وجع الرأس على سبيل المثال أو الشقيقة. في هذه الحالة بوضع زيوت على منطقة الجبهة وبعمل عملية الفرك والمساج، بوضعها حوالين الأذن من الأمام ومن الخلف. هاي المنطقة رئيسية إني أوضع عليها الزيوت وأعمل حركات المساج. منطقة الرقبة من الخلف وكل الجمجمة بعملها بها الزيوت. أفضل أنواع الزيوت لتخفيف وجع الرأس والآلام زيت الريحان اللي هو يؤخد من أعشاب الحبق وبالعامية بنحكي لها الريحان، يستخلص هذا الزيت اللي فيه زنك فيه ماغنيسيوم، وحيساعد على تخفيف الكورتيزول وإفراز السيروتونين، يعني حيخفف الألم بشكل سريع زيت الريحان، وهذا هادي وجيد استخدامه لمنطقة فروة الرأس والرقبة لكي نستنشقه، لكي نستنشق الزيوت هذه. الطريقة غير الزيوت، وضع الزيوت وعمل المساج اللي هي عملية الاستنشاق. أنا أي رائحة عطرية بستنشقها بتدخل على الجيوب الأنفية، في نهاية وسقف الجيوب الأنفية عندنا الأغشية المخاطية، في الأغشية المخاطية في المستقبلات الحسية للعصب الشم،
عصب الشم بهاي الحالة بيستقبل هذه المواد الكيماوية اللي موجودة مع الروائح، وبتوصل مباشرة للغدة النخامية للدماغ بشكل سريع خلال 3 ثواني ل4 ثواني الفاعلية نتيجة الاستنشاق لتدخيل هذه الأعشاب وهذه المواد الطبيعية لتسكين الآلام بسرعة للدماغ. وهي فعالية الاستنشاق ممكن نستخدمها بأعشاب سواء عن طريق التبخيري، هاي أسلوب إني أحط مياه ساخنة وأوضع عليها الأعشاب اللي بدي أستنشقها لتخفيف الاحتقانات الجيوب الأنفية وتخفيف وجع الرأس، لتخفيف آلام الجسم بشكل عام زي مرضى الفايبروماليجا أو التصلب اللويحي، هاي الآلام المنتشرة، آلام التعب، كله عن طريق الروائح، عن طريق وضعها في المياه غليها وأخذها مع البخار بشكل ساخن، بتوصل في هالحالة أسرع وبتعطي نتيجة أفضل. زيوت أفضل، زيوت العطرية للاستنشاق نفس